يرحم لك الوالدين ابونو، الله يرحم لك الوالدين ابونو، الله يرحم لك الوالدين ابونو. حكيمي ما راهش مسكين شني جا داك النهار فوري، بحال قالنا بارك عليكم هاد قد ديبارطلا بحالكم المغرب ديالكم. دابا هذا هو من الاسباب اللي خلاني نجي فحالي انا اصلا. دابا في موريتانيا ما تقدرش، موريتانيا توز التليفون تصور بها شي واحد، لا ما تقدرش. هذا هاد السؤال بزاف كيسخسرني، كنشوف كومونتات كنلقى هذا راه مصيفطه الجامعه، هذا الجامعه هي جي فيها معلم. بالنسبه للرحله من هنا حتى لكوت ديفوار الاخيره ما كندعم حتى شي جهه، كلشي من مالي الخاص. حيت دابا كنت كنلاحظ فاش كتمشي بشي لابس شي تاكيت عاديه تما غادي ما كيديها فيك حد ما، لما انت ماشي بحال الحمار تساعد ما كيهضر معاك. اون فوا كتزول ولا كتسمى التشاكيطه د المغرب، لو ماروكان مون فرير لو مارو، الحيحه فهمتي، كلشي كيتعامل معاك مزيان. اليوم غادي تبدا اجمل واخطر مغامره غادي نقوم بها في حياتي. 5500 كيلومتر، 7 ديال الدول، كلها في القاره الافريقيه. ونعس واحد شويه فيك تبرد الخيمه طاحت. كيف ما سمعت يا معلم، الخيمه كانت غطير وكنت على القراصي مرمي وسط الصحراء الموريتانيه. بعد ما تخافش، هذا غير مغربي. اليوم وصل للسينيغال، اليوم غادي تبدا مغامره جديده ومختلفه. من بعد ما قطعت 3940 كيلومتر ما بين المغرب وموريتانيا. اصدقاء حنا في الحدود موريتانيا والسينيغال. اخي ابراهيم على سلامتك ومرحبا بك معنا في منبر طنجه. الله يسلمك العزيز، الله يكبر فيك. اول حاجه، كيفاش جاتك فكره انك تسافر من المغرب لكوت ديفوار على رجلك؟ شوف الصراحه، وقبل بشي 6 شهور، يعني قبل ما تكون لاك بشي 6 شهور، كانت عندي قانا نعمل شي مغامره جديده، نعمل شي حاجه حمقى، شي حاجه مبدله. بقيت كنفكر شنو نقدر نعمل، شنو نقدر نعمل. شي حاجه اكتشفت انه راه في شهر واحد غادي تكون لاك في الكوت ديفوار، تما فين جلس لوكا تلاقاو، يعني باغي نعمل شي مغامره جديده وكاينه كاس افريقيا في الكوت ديفوار. تما جاتني الفكره علاش ما نهودش من هنا من طنجة حتى الكوت ديفوار اوتو ستوب. في الاول ما كانتش عندي فكره انني نهبط معايا لي غولوغ اللي هي الهوايه ديالي، كنت عاود نبقى هو دايب اوتو ستوب من هذه موسطني في الطريق الاخره. من بعد فكرت بلي انا اصلا عندي لي غولوغ، يعني كنمشي بهم زربه في الطريق، علاش ما نزيدش نكمل على هذه المغامره ونهود بلي غولوغ. صافي بقيت كنوز 6 شهور كنجمع الماتريال اللي خصني، وقبل تقريبا مشيت 3 شهور ولا شهرين ونص ما قبل ما يبدا كاس افريقيا، جمعت معلم السيكان ديالي الى الكوت ديفوار. شنو البلاد اللي حسيتي فيه بالامان، والعكس البلاد ولا البلدان اللي كنتي كتخاف فيهم وحسيتي بعدم الامان؟ بلد رقم واحد هو كوت ديفوار، يعني الوجهه الاخرى سبحان الله، الوجهه الاخرى اللي طولت فيها، اللي جلسنا فيها، اللي كان فيها كاس افريقيا. كوت ديفوار بلاد واعره. فاش لاحظت الفرق ان فوا دخلت الكوت ديفوار، يعني في بلدان اخرين مسانس كيقول لك بعض المرات المشاكل في الحدود، كيبغيو يدبر عليهم بالحدود اخرين، كيبغيو شي حاجه. فاش دخلت الكوت ديفوار لا، لا رجال الام ديالهم اللي عم رادار كيتعاملوا معاك مزيان، كتدخل الناس الابتسامه في وجههم كيتعاملوا معاك مزيان. دونك فاش دخلت الكوت ديفوار اكتشفت ان هاد البلاد هادي ان شاء الله عارف غندوز فيها شهر، عرفت ان هاد الشهر ان شاء الله غيدوز مزيان، بلاد امنه، الناس ديالها اللي عم رادار. الحمد لله كوت ديفوار هي اللي موقع لي فيها حتى شي مشكل. فهاد المغامره هادي كامله ديالك في افريقيا، شنو الحاجات اللي عجبوك فيها؟ حاجات اللي عجبوني اش غنقول لك، اهم حاجه الخاوه هي انك باش كتعمل واحد التجربه جديده ما عمرك عملتيها، كتدخل واحد البلدان اللي الثقافه ديالهم الخوا مبدله الثقافه ديالنا. بعد مرات كيكون شي حوايج اللي عندنا حنا في الثقافه ديالنا كيسحب لك حتى هما عندهم، كتكتشف انه العكس. مثلا واحد مره واحد الراجل كبير في السن، بديت كنجمع معاه الى اخره وكنت هاود معاه، في الاخر ملي ساليت مشيت بوست له راسو، شبرت لك فيديو بوستيتو في تيك توك، عاد كنشوف لي كومونتير ديالهم ديال ايفوارين كيقول لي لا حنا ما عندناش كنبوس الراس ديال شي حد كبير، ما عندهمش الثقافه ديالو، عندهم بحال حشومه حتى هما. شد شي راجل كبير وتوصل راسو ما عندهمش، تما كتبدا تتعلم، كتشوف الكومنتات ديالهم ديال الايفواري، خصوصا هما اكتيف بزاف في تيك توك، كنت نحط فيديوهات في تيك توك، ما كنبقى نقرا لي كومنتات كنعرف رد الفعل ديالهم، واش داكشي اللي عملت راه صحيح ولا غلط. اهم حاجه هي هذه اللي قلت لك، الثقافه، كتعلم ثقافه جديده، كتخرج من داك منطقه الراحه ديالك، كتجبر راسك في الخلا، خصك تلقى شي حل، ما عندك ما تاكل، خصك تدبر على شي ماكله. المشكل الكبير كان الماكله، نسيت ما قلت لكش هذه المشكله، هذا هو الماكله. راه الماكله الحمد لله سيدي ربي كتقولنا في المغرب، يعني الحمد لله ولفنا ماكله مزيانه الخير، تما الماكله ديالهم مبدله، ماشي خايبه ولا شي حاجه، غير هو مبدله، هما موالفين كياكلوا ديك الماكله، كيستهلكوا بزاف الروز، المهم عندهم واحد النوع الاكل ديالهم، حنا لا. دونك باش نلقى واحد الماكله اللي عتعجبني وعتشبعني، تما فين كان المشكل. اغلبيه كانت معايا بوطه صغيره ديالي، هبطت معايا الاقامه من هنايا، التحميره، الزعفران، كلشي هبطته معايا من هنايا، كنت كنرتاح في شي بلاصه كنجلس نطيب راسي. اما باش تاكل عندهم في المطاعم ديالهم صعيب شويه. اشوف تما الماكله كامله كيشويوها ولا كيقليوها، كلشي ما كياكلوش الماكله خضراء بزاف، مثلا بنان، بنان كيقليوه في الزيت وكيشويوه فوق العافيه،
حتى عندهم فروطه موجوده يعني عوض ما يبقى عندهم بنان بزاف عوض ما يبقى يخسر ويرميوه كيستغلوه كيطيبوه. بالنسبه للحوت عاود نفس الحاجه عندهم واحد الفائض تبارك الله في الحوت خصوصا في السنغال وغامبيا عندهم الحوت موجوده وكيخرجوا دوك الحوت بزاف من البحر. الا بقات هيداك راه غادي تضيع غادي تفسد. شنو كيعملوا لها؟ كاين جوج طرق. الطريقه الاولى كيشمش كيعملوها فوق تحت الشمس كيستفوها بحال هيدو كتبقى تحت اشعه الشمس كتزقرمل مزيان ديك الساعه بحال عملتي لها مواد حافظه ما كتخسرش. تقدر تخليها تما شهر تخليها شهرين هي هكذاك. الطريقه الثانيه كيشوها فوق الدخان كيشعلوا العافيه كيعملوا واحد الشبكه من فوق وكيستفوا دوك الحوت هيدا ودوك الدخان كيبقى يبخر دوك الحوت هذيك عاود كترجع ما كتخسرش. دونك كيستخدموا هذه الطريقه باش يحافظوا على ديك التراوات ديك الحوت اللي عنده. كما لاحظنا في الستوريات ديالك اي موطا مشيتي له ولا اي بلاد مشيتي له كانوا كيوقعوا فيه مشاكل وكان بعض الامور اللي مضحكه وتعطينا ضدي عاوتاني. الناس كانوا كيتفاعلوا معاك يقولوا ابراهيم فين ما كيمشي شي بلاصه كيكونوا مشاكل. عاودنا هاد القصه هذه اخو داكشي ديال الله انا كيقولوا لي منعش دابا مشكل داكشي سبحان الله كيجي في ديك الساعه بحال دابا غينيا دخلت نغينيا يلا دخلت نزلت الحوايج ديالي بات الليله الاولى لا غدا في الصباح كان في الصباح كان من الاخبار قال لك وقع انفجار في اكبر مستودع تما ديال المازوت وليسونس. بلاد وقفات يدخلت لا انا سبحان الله وقفات الطوموبيلات وقفوا المواطر وقفوا الشركات وقفوا ما خدامينش بقى داكشي سيمانه وحتى انا حصلت في ديك البلاد بقيت انا سيمانه حصل في غينيا حيت ما كاينش ترونسبور ما عندهم لا مازوت لا ليسونس وقع داكشي دوال اخرين عاود سبحان الله دابا نسيت الدرايم اللي كيوقعوا. المهم اي دوله سبحان الله كندخل لها كتوقع شي دراما داكشي سيدي ربي ماشي انا الخاوة انا ماشي منحوس انا ماشي منحوس. هادشي اللي غادي تشوف في هاد الفيديو ما يمكنش. تخيل معايا تكون غادي وسط فيلاج وسط السنغال تشوف دراري لاعبين الكره بامكانيات على قد الحال تلقى راسك منظم لهم دوري وموفر لهم كاع داكشي اللي خصهم. كيفاش فرحنا الدراري ديال هاد الفيلاج؟ تبع معايا نعاود لك القصه من الاول. كيفاش جاوك الافكار انك تنظم دوري في السنغال وايضا الذبح عجل انت وصابر في كوت ديفوار؟ بالنسبه للسنغال كنت ماشي ما بيا ما عليا واحد الزنقه بانوا شي دراري لاعبين كره هيدا لاعبين بواحد امكانيات بسيطه هما اتوا لي قالوا لي مون فريغ اجي جوي فهمتي لعب معنا. مشيت كنلعب معاهم الاخر كنشوف الدراري ما عندهمش حتى صباط اللي كيلعبوا به. انا نتعرف امكانيات ما على قد الحال عندهم لاعبين في واحد الدور فقط تبارك الله كيلعبوا راشد دادينا معلم دراري كويريه فهمتي لعبت معاهم شي حاجه. تما جاتني فكره قلت انا في المغرب سبق لي عملت دوري هنا في طنجه سبق لي عملته في الحوس قلت اش نشوف برشلونه نعمل نفس الدوري ديال الكره نعمل لهم دوري هنايا نجيب لهم التواكت ديال الكره نجيب لهم سبردينات الى اخره. صافي مشيت للدار جلست بقيت كنضرب حسابي شحال الدراري نقدر نعمل الى اخره. قلت صافي غنجمع 21 10 ضد 10 صافي. تواصلت مع شي دراري الاصدقاء ديالي عندي تما في السنغال يعني عارفين السنغال وسواق قلت للدراري خصني نشري التواكت خصني سبردينات الى اخره تعاونوا معايا شي اصدقاء حتى هما داكشي مخلصتو شي كامل انا من جيبي يعني شكرا بزاف الاصدقاء حتى هما كيتعاونوا معايا. بعد ما رات ما كتكونش شي مبادره بحال هيدا كاين دراري صحابي كيقول لي ابراهيم الا كان شي مبادره بحال هيدا حتى حنايا نتعاونوا مع بعضياتنا ونعملوها تعاونوا معايا صحابي. صافي مشيت دينا سبردينات دينا ميداليات دينا كوبا ديال داكشي رجعت لديك الحومه قلت لهم دراري غدا ان شاء الله عتجمعوا لي جوج كيبوس 10 داك الفرونسي ديالي محارسك ولكن قادي فيها الغرض مون فخيغ دومان كدا كدا. صافي جمع جوج كيبوس لا غدا جبت ديك الحوايج داكشي جبرتهم كيتسناوني مساكين شي جوج ساعات هما جالسين مساكين كيتسناو. صافي قسمناهم 10 ضد 10 فرقتهم الحوايج ديالهم سبردينات صفرت وسير معلم انطلق. بلاتي سختي نزل على جلد كوت ديفوار باقي كوت ديفوار باقي كوت ديفوار عاود وصلنا كوت ديفوار عملنا بزاف ديال الانشطه تما اللي فيهم الضحك والنشاط. جاتنا فكره انا وصابر علاش ما نعملوش هاد المره شي نشاط اللي يكون فيه الخير العمل الخيري ونخليو ديك البصمه ديال المغاربه ديال الجود والكرم ديال المغاربه. شنو نعملو واحد السيد الصديق ديالنا اقترح علينا قالنا علاش ما تشريو شي بقره تشريو شي بقره. عطانا الفكره ديال البقره ولكن ديك البقره شنو نعملو بها عاود واحد صديقه هو قالنا بلي كاينه واحد دار الايتام تما بلان بقره دار الايتام مشينا للسوق عند كسابه اين معلم شوف هاد البقره هادي لا هادي صغيره لا هادي كبيره هادي غاليه هادي رخيصه كندورو مع ديك الكسابه تما تدبرنا واحد البقره. صافي جبناها جمعنا الجزاره عطاو عليها شي 5 يوم في 4 ساعه كتمشى تما معلم ديك البقره ذبحوها زدنا شرينا الشكاير ديال الروز الى اخره شارجينا داك الشيء ومشينا لواحد دار الايتام مشينا نزلنا لهم ديك البركه اللي قسم الله ضحكنا معاهم لعبنا معاهم شطنا معاهم ورجعنا فحالنا. والحمد لله ديك الفيديو ديال البقره خلى واحد الاثار كبير في كوت ديفوار الاعلام ديالو كامل هضر عليه والحمد لله خلى واحد الصوره مزيونه على الجود والكرم ديال المغاربه. شنو هو سر حب الايفواريين للشعب المغربي ولا المغاربه اللي كانوا تما في الكان؟ اش غنقول لك ما نقدرش نديك الاسباب بالضبط حيت بدي ما عرفتش علاش حيت دابا كنت كنلاحظ فاش كتمشي شي لابس شي تاكيتا عاديه تما غادي ما كيديها فيك حتى ما لما انت ماشي بحال الحمار حتى عاد ما كيهضر معاك. اون فوا كتزول وكتسمع التاكيتا ديال المغرب لو ماروكان مون فرير لو مارو الحيحه فهمتي كلشي كيتعامل معاك مزيان. هما اصلا المغرب الحمد لله ماشي في كوت ديفوار كاع الدول الافريقيه
عنده واحد الصوره مزيانه يعني في كاع دول افريقيا هادشي ماشي في كوت ديفوار لا في السينيغال في غامبيا في غينيا فاش كتلبس التوني ديال ماري كيتعاملوا معك مبادله معامله مختلفه. سقسيت واحد مول التاكسي مره في كوت ديفوار قلت له شنو من بالاسباب اللي كيخلوا المغاربه عزيزين عليكم؟ قال لي لغوا محمد سيس الحمد لله عملنا هنا بزاف ديال المشاريع. لاحظتي بزاف لاحظت انا بزاف ديال الدول الافريقيه كتمشي للسينيغال كتلقى ميناء مرسى كبيره سميتها ميناء محمد السادس سيدنا هو اللي عامل لهم مشروع تما كبير. كتمشي لكوت ديفوار كتجبر مشاريع او دايره المغرب تما دونك الحمد لله المغرب عاوت عنده بزاف ديال المشاريع تما اللي كيدعم بهم دوك الدول الافريقيه وهادشي كيخلي واحد العلاقه مزيانه ما بين هاد الشعوب هادي. زيد عليها المعامله ديالنا المغاربه معاهم عاوت مختلفه. حنا المغاربه معروف لينا الضحك والنشاط وكنخلقوها دونك تا هما عاوت بحالنا هما عاوتينا يشطح والرديح وكذا وعلى سبخ سمصري الضحك معاه ولا دونك تا هما جابوها معنا عاوتاني. كيف استقبلت الاقصاء ديال المنتخب المغربي المفاجئ؟ دابا خلي على الله كنا كنهضروا ضحك هنا اش غنقول لك؟ شوف هي كنا متوقعينها الصراحه بالنسبه لك الماتش الاخر ديال جنوب افريقيا كنا متوقعينها. علاش؟ كنا في الاول في الصباح اللي كتسقسيه كيقول لك الخاوه اليوم والله ما نعرف على عكس ماتشات اللي فات كنا متفائلين اليوم رابحين غالبين. ماتش جنوب افريقيا كان عندنا واحد التخوف حسيت ربي عالمنا لانه نهايه الرحله غتكون هنا. كنا داخلين حنا مع ولا نقدروا نربحوا ولا نقدروا نخسروا خصوصا عارفين التشكيله ناقصه لاعب مزراوي فهمتي شحال ما لعب لاعب كان مصاب زياش بوفا ما كاينين شي ممكن بزاف ديال الاسباب فهمتي. جنوب افريقيا عاود بافانا كيطيروا عاوتاني ملاعبيه كيجريو ما كناش متفائلين بزاف ولكن فوقاش رجعنا الامل هي في تصفر بيناتي حكيمي فرحنا فرحه حيت صافي رجعنا الامل. فاش كيجيك بيناتي وكتعادل راه كيكون عندك حظوظ كبيره انك تعاود ترجع في النتيجه وكيكون عندك واحد الحماس. حكيمي ما عرفتش مسكين شني جا داك النهار بوري بحال اللي قالنا بارك عليكم هاد كوت ديفوار طلعوا بحالكم المغرب ديالكم ما كتسبش السيدي ربي ما يسرش الامور والحمد لله تقبلناها. من بعد الاقصاء كيفاش كان التعامل ديال الايفواريين مع المغاربه؟ واش نفس الامبيونس ولا كان واحد النوع ديال خيبه الامل؟ ودابا هذا هو من الاسباب اللي خلاني نجي في حالي انا اصلا. دابا في الايام الاولى قبل ما نتقصاه كتخرج كتلقى واحد لومبيونس لو ماروكان اون فاغاني اون فاغاني كلشي معاك مزيان. لا غدا من داك الماتش اللي خسرنا بحال اللي ماشي فشي كنازه كتسمع او مون فريغ لو ماروك ديزوني بحال اللي هما اللي قصاونا ولا كيحسوا مساكن بالذنب كيشوفوا فينا كيعملوا لنا ديزولي حيت خسرتوا راه كنا باغيكم تربحوا كنعمل هيدا كلشي كيشوف فيك بواحد الشفقه بواحد الحزن. قلت وفين هي داك لومبيونس وداك الهيحه اللي كان ديريكت معلم شي جماعه الحوايج ديالي ريزيرفي الطياره ديالي يجي بحالي. شنو هو سر نجاح المؤثرين المغاربه في نشر الثقافه المغربيه في كوت ديفوار في هذا الكان؟ هو سر النجاح هو ديك الصوره الواعره الصوره المزيونه اللي عطاوها على المغرب تما في كوت ديفوار. حتى هادي بزاف ديال الناس قالوا لي هادشي اول مره يكون يعني بزاف المرات كيكونوا تظاهرات مناسبات بحال هيدا ولكن ما كيكونش واحد الصدى بحال اللي كان هاد المره. والحاجه اللي عاوناتنا مثلا اننا نعملوا داكشي مزيان تما هما الايفواريين هو داك الشعب الايفواري لانه كاين فرق باش في هادشي واحد البلاد تجبر واحد الشعب ديالها منغلق على راسو ما يعطيكش فرصه العكس ديال كوت ديفوار. كنت ديفوار قولوا السلام عليكم ونو دي شطح لي فهمتي واحد الشعب على سبب بغصو يضحك معاه تشط مع الناس مزيانين. دونك فاش كتجبر حتى واحد الشعب منفتح مشي عند اي واحد شبر تليفون وصورو هيدا ما يقولكش علاش كتصورني ولا على العكس. بعض الدول الاخرين في الطريق مثلا في واحد بلدان اخرين مثلا موريتانيا ما تقدرش موريتانيا تهز التليفون تصور بها شي واحد لا ما تقدرش كيخافوا من الكاميرا ما عندهمش مع الكاميرا بزاف. الكوت ديفوار لا واحد الشعب كيتقبل اي حاجه دونك داكشي هو اللي عاون المغاربه باش ياخذوا راحتهم تما. تقدر تعمل اي حاجه في الطريق اي حاجه في الشارع ما كاينش اللي يهضر معك. كاين ناس كانوا كيقولوا بان انت مشيتي على حساب الجامعه كاين اللي كيقول مشيتي سبونسوريزي شنو تقول في هادشي؟ هذا السؤال بزاف كيسقسوني كنشوف كومونتات كنلقى هذا راه مصيفط الجامعه هذا الجامعه يا جيبي يا معلم تحيه الجامعه من المنبر ولكن مشيت في جيبي يا معلم 6 شهور وانا كنوجد واحد الرحله من مالي الخاص هزيت فلوسي عملتهم في جيبي وشبرت الطريق فهمتي ما كان داعم لا حتى شي جهه تما في الكوت ديفوار. طبعا كجزء من الخدمه ديالنا كصناع محتوى كيكونوا بعض المرات بعض الاشهارات بعض شي حاجه بحال اللي كنعملوا هنايا في المغرب بحال اللي تما يعني ما عندهم لا علاقه بهذه الرحله. اما بالنسبه للرحله من هنا حتى الكوت ديفوار الاخيره ما كندعم حتى شي جهه كلشي من مالي الخاص. لا نقول لك شحال خسرت الخاوه بالنسبه للطريق الطريق مع هذا الشهر عاد تكون عندك ما بين الماكله يعني الترونسبور وكلشي مجمع لك كلشي ما بين واحد 50,000 درهم و 70,000 درهم ما بين 5 مليون و 7 مليون. اذا رجع بك الزمان لوراخ ابراهيم واش تعاود الرحله هذه وهاد المغامره ولا لا؟ انا عاود الخاوه ولكن نفضل نبدل صراحه زعما انا نبغي نعاود احسن منا وتكون مثلا يكون عندي واحد السبب مختلف مثلا هاد المره ماشي باش نشجع المغرب الى اخره نقدر الا كان شي سبب عندي واحد السبب اللي نمشي نرجع ما كاينش مشكل ولكن بلا سبب صعيب شويه تعاود نفس المغامره بسبب نقدر نعمل هاد المره في جهه اخرى ما عرفت جبرني غدا في اسيا ولا في شي قنت الله اعلم. اجمل اسوء لحظه
عاشها ابراهيم في هذه المغامره ديالو؟ صراحه اجمل ما كانوا بزاف اجمل لحظات، ما كان انت شي اجمل لحظه. نقول لك واحد اللحظه مزيونه هي في السنغال، وصلت لواحد البلاصه ما كنعرف فيها حتى شي واحد، واحد مدينه سميتها صالي، هي مدينه واعره فيها بحر وكذا، ولكن انا ما كنعرف فيها حتى ما فيها حتى شي مغربي، عرفت حتى شي واحد. مشيت نبح رايده جالس ما بيا ما عليا، كنصور رايده كنفكر في عنبات، ما عندي فين نبات، ما كاين لا اوطيلات لا والو ديك الجوايه، في عنبات حاصل شي حاجه. كنصور واحد السنغالي ما جاي، دا كنصورو بالتليفون، كنصورو ماشي قبلتي، كيوصل عندي كيقول لي وفين عشيري؟ بحال اللي ضربتيني الضوام معلم سنغالي تما، قال لي وفين عشيري؟ قلت له تي بار قال لي كنهضر العربيه اخويا ما فهمت. قلت له واش كنتي في المغرب؟ قال لي لا عمري مشيت للمغرب، سنغالي تما في السنغال عمره جا المغرب، كيهضر بالدارجه مضخم. ملي جلست معاه ديك الساعه بقى كيعاود لي، قال لي بلي كيعاشر المغاربه، ديك المغاربه صحاب المايك اللي كيمشيو للسنغال، كيمشي كيصب لهم الحوايج ديالهم وكيعاونهم الى اخره، وتعلم معاهم العربيه. قال لي راه كاين في تبات، انا دابا ندبر لك في تبات وكذا، وبقى مريح معايا عشيه كامله، سراني دوارني ديك البلاصه. قلت شو سبحان الله، يعني جيت لواحد البلاصه ما كتر فيها حتى شي واحد، كنقول فيها عنبات، كنخطط، ربي صيفط لي داك السيد وكيهضر باللغه ديالي، فهمتي؟ هذه من اجمل زعما الحوايج اللي وقعوا. اسوء الحوايج اللي وقعوا، اي واحد مره دخلت مع واحد المهربين كيهربوا السلعه، دخلت معاهم لغينيا، دخلنا من بعد بزاف ديال الطريق، دخلنا لغينيا، يلاه دخلنا، قلنا تجلسوا تسناوني هنايا، انا نمشي نجيب شي سلعه ونجي. صافي نزلت من الطوموبيل، حوايجي بقاو عنده فوق الطوموبيل الى اخره، نزلت مشى، بقيت كنتسنى السيد دابا يجي، السيد دابا يجي، ما جاش الخبر ديالي. جالس وحديتي فواحد الخلا في وسط غينيا، واحد الدوله الا دخلت لا ما عرفوها له، حوايجي عنده ساعه جوج ساعات ثلاثه ساعات، السيد ما كاينش. واحد الوسوس كيقول لي هذا راه هرب معلم، مشى كوت ديفوار ولا ما عرفتش، مشى تعسق مسيب هنايا، وما خدا لي حوايجي، دالي كلشي، تخلعت بزاف، جالس كنتسنى والو. الحاجه سيدي ربي قال لي نوض ضرب شي دوره في هاد الزناقه هادو، طلعني كيكون في هاد الجهه. ساعه نوض مشي شي حاجه كتبان لي الطوموبيل واقفه لين، واقفه في واحد الشارع. قربت كنجبر السيد ناس كا داتو عينو، انا قلبي كيضرب مخلو عندي كنوربولي، وبوري داتو عينو ناس صافي خطات المعلم يلا نغني يا زين. اذا جاتك اخي ابراهيم فرصة انك تهاجر وتقدم محتوى في بلد اخر، واش تقدر تمشي ولا تبقى في المغرب؟ والصراحة دابا حاليا وما كنبقاش جالس ديما، انا كيعجبني نتحرك، انا الانسان حراكي، مثلا واخا ساكن هنا في طنجة كتجبرني كل مرة فقنت كيعجبني نتحرك، كيعجبني نجري في مكان شي حاجة كما كنقولوا فيها طريف الخبز اولا، وفيها الراحة النفسية ديال كتلقى فيها راحتك، مرحبا ما كاينش مشكل، فهمتي؟ راه حنا عايشين في عالم واحد، ماشي ضروري عايش في المغرب ولا في طنجة ولا في مكان الانسان كيجري. اشنو هما النصائح ديالك للشباب اللي باغين حتى هما يكونوا صناع محتوى بحالك؟ اخا واش نقول لكم، ما كنحسش براسي زعما مؤهل باش نعطي نصائح صناعه المحتوى، انا كنعمل داكشي على قد الحال زعما، اللي عرفتو بديت دقه بديت كنعمل فيديوهات عاديه، والحمد لله داكشي كيبقى يتطور مع الوقت. يعني في الاول ما كنتش كنعرف لا كنصور ولا ما كنتش كنعرف لا كيفاش نقدم، ما كنتش دابا حتى الهضره كنت السلام عليكم اليوم، الهضره ما كنتش كتبغي تخرج لي، مع مده صافي كتولف ميكرو في يدك كتولي كتهضر مرتاح. دونك اهم حاجه هي بدا الى في بالك شي فكره خدم عليها، حاول تركز على الكاليتي ديال داكشي اللي كتخدم، تكون الجوده ديالو مزيانه، على حسب دابا كاين بزاف ديال الناس كيعملوا نفس الحاجه، دونك باش انت تميز ما بين داك الناس خصك تعملها بالطريقه ديالك، ومع مده مع براكتيس ممارسه كل نهار الحمد لله كتعطي في ديك الحاجه، وسيدي ربي كيوفقك. كرساله اخيره شنو ابراهيم باغي يقول؟ اخويا الرساله الاخيره شكرا لجميع الاصدقاء اللي كانوا كيتبعوني من الاول، من يلاه بديت الحمد لله، الله يلاه حشمنا، ديما كندعي انا الدعوه هذه اللي هي الله يلاه حشمنا، لانه كتعمل طب المجهود ديالك باش ما تحشمشي مع الناس، ما تقدمش شي حاجه اللي ما تعجبهمش ولا تكون فيها شي رساله خايبه ولا شي حاجه. الرساله ديالي ولا الدعاء ديالي هو الله لا يحشمنا ولا يخلينا على صبغتنا كما كنقول. الله يكبر ان شاء الله، وتحيه للطنجاوي. الله يحفظك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.